هو المغتصب ضرب بنتي قال لها أقلتي يا مريم على مارتيل شي لحرق غنتحر. النهار اللي قالتها لي صافي حبسنا الأمر. ملي كنت نخبي عليا هذا الأمر ماشي غيرها ما سالش عليا حتى أنايا نخبي. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في المنزل ديال خالد اللي جو المغاربة تبعوا القصة ديالو. خالد كتوصلوا رسالة من عند الإبنة ديالو أنه تعرضت للاغتصاب مدة طويلة. في الأخير كيكتشف أنه الزوجة على اطلاع بالموضوع مغاربة تبعوا هذه القصة. هناك مستجدات أخرى في الموضوع غنشوفوها مع الأخ خالد، وكذلك أنه منظمة ما تقيش ولدي دخلت على الخط. شوفوا معايا خالد، منظمة ديال ما تقيش ولدي ربطوا بك الاتصال دخلوا على الخط. أيه. بالنسبة للمنظمة ديال ما تقيش ولدي اتصلوا بيا الله يجزاهم بخير، وقام التنسيق ديالهم مع المحامي، عطيتهم نمرة المحامي ديالي تيتصلوا به وتيهضر معاهم وخدهم عنده شي وثائق ومربطوا اتصال معاه على اساس انهم يدخلوا معايا في سميتو كطرف، يدخلوا معايا في الشكايه كطرف. ثم الله يجزيكم بخير، لانهم هادشي اللي شافوا تخلعوا كما تنقولوا، هادشي هذا غير عادي. هما بالنسبه لهم الانسان تيغتصب شي بنت شي مره واحده ولا كتغتصب شي دري صغير بحال الطفل عدنان. رانيت هذيك السيده اللي هضرات معايا رئيسه المنظمه جبدت لي الطفل عدنان ديال طنجه، الطفل عدنان تغتصب غير مره واحده كان بالوفاه. حتى انا بامكان البنت ديالي الله يحفظ كنت يمكن لك تتوفى، لان كنغتصبها في الماء كندخلها للبحر لداخل مع هو طويل عليها واغتصبها. كون دابا قالت لي هي راه غنقولها لبابا والله تنقولها لبابا يقدر يقتل يخنقها ويقول لك غرقات ليا. ربي يحفظها كي بحالها بحال الطفل عدنان. ها الطفل عدنان ملي اغتصبوا الاخر خاف لا يشوهو قتلو. انا ربي بنتي حفظها، هي ملي اغتصبها الاخر في الماء في مارتيل في البحر في الداخل في الغرق ما ربي حفظها وصافي. هذا ما يمكننا نقول. واخا واحد المجموعه من النقاط اخرين كنتي قلتيهم ليا انه شي اشياء ماشي غريبه، يعني ما عرفتش كيفاش نوصفها لك. قدمتي بزاف الحوايج لعائله الزوجه. غادي تكلم ليا على الاب ديالها اللي هو في ليبيا، مشيتي لليبيا على قبله كتقلب عليه باش تجيبه، ومجموعه من الاشكاليات اللي كانوا عند الاخوه ديالها حتى في الجانب المادي عاونتيهم وشريتي لهم الهوندات وساعدتي في هذه الامور. عاود لي هذا الشق لانه كاين مجموعه من الامور غتجاوبني عليها الزوجه. واش نقول لك؟ هو كما تقول الانسان ما خصوش يمن، انا ماشي كنمن، حيت صعيب باش دير واحد الخير في واحد الانسان وتبقى تقولوا ليه هذاك الشيء ما كيخصوش تقال. والله سبحانه وتعالى يقول في القران يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. حنا راه كنا فقراء تحت الله تعالى، انا ماشي كنتكبر ولا شي حاجه. غير هما هذه العائله هذه انا تزوجت بالزوجه ديالي في 2000 في بدايه 2000 كنت تلاقيت معها في 99. تزوجت بالزوجه ديالي في 2000 الحمد لله، وانا الحمد لله ميسور واحد شويه، ماشي شويه ماشي ميسور غير واحد شويه مستور كما تيقولوا. مور ما تزوجت بالزوجه ديالي دازت واحد سنتين الاخت ديالها اللي صغر منها بواحد صغر منها شويه زوجتها واحد الصديق ديالي. انا اللي زوجتها، هضرت مع الصديق ديالي قلت له كان واحد البنت زوينه وطيبه وكنت نشكرها وكنشكرو هو وكنزينها ليه في عينيه، ما قمتش بالواجب زوجتهم الحمد لله. هما دابا مجوجين بالخير ديالهم بالطوموبيله ديالهم، حتى هو تبارك الله ميسور عنده المحلات ديالو الله يسهل عليهم، والوليد ديالهم تبارك الله ما شاء الله راه جاب تبارك الله 17 في الباك الله يسهل عليه. والاخت ديال اخرى عنده اخت وحده اخرى ديالها من بعد عاوتاني واحد سنتين كان ديك الساعه صغيره مهم كبرات شويه قمت انا اللي زوجتها، زوجتها لواحد الصديق ديالي تا هو واحد الرجل دين موضي مصلي كيتوضا وتيصلي، انا اللي زوجتها به. قمت زعما درت معاهم اجتهدت الحمد لله وربي سخر، كنشوف البنيتات تا هما بخير وهذا ربي سخر. الاخ ديالها الكبير خدمته معايا كان خدام معايا في الحانوت، واحد السيد درت كراء السيارات في 2008 خدم معايا ثلاث سنوات في 2008 في كراء السيارات. المهم اللي حيدت كراء السيارات جا خدم معايا في المحل عندي محل الصباط، مؤخرا شريت له هوندا والله شاهد على ما اقول. ها هي الاخت ديالو هي تكذبني، ها هي شاهده شريت له هوندا ب 4.5 مليون شريتها له وعطيتها له كيخدم معايا بها. هي الهوندا هذه اللي كانت سبب كانت يتواصل بها مع ديك الشركه اللي دفع لها الشاك ديال 110. وشو سبحان الله العظيم انا شريت له هوندا ودرت فيه الخير ياك، وخدمته معايا بديك الهوندا عطيتها له في سبيل الله كلها فهمتي. وكان انا كنت كنبيع ونشري انا وديك الشركه في التلفازات والثلاجات
في التلفازات والثلاجات والفريكوات الصغار والماكن ديال الصبان وداكشي. ممكن خدمه هو اللي كان تيدي زعما نسيبي كيدي ليا السلعه وكيمشي عند الاخر للسلع كيهز داك السلعه تيجيبها ليا للرباط وكنفرقوها حنا كنبيعوا حنا بالجمله وبالتقسيط. والعلاقه ديال كذلك مع الاب ديالها اللي كان مختفي في ليبيا. اييه مشيتي انت من المغرب حتى ليبيا كتقلب عليه ولقيتيه. كانوا هما ديك الساعه ولادو كيتراسلوا مع ليبيا، عرفوا باهم في ليبيا مشى يخدم في ليبيا، واحد الساعه اختفى مشى ليبيا واختفى. انا حتى في الزواج ديالي ما تكاتبش معايا باها، الاخ ديالي الكبير هو اللي كان قام هو اللي تكاتب معايا هو اللي زوجني الاخت ديالو باش نكونوا فاهمين. انا جيت ديك الساعه من الحج لقيتهم جاتهم شي بريه بان الاب ديالهم راه جالس فواحد البلاصه فلان فلانيه مع شي ناس مع واحد السيد فواحد القهوه عطاهم واحد المساله جالسين فيها. جيت انا ديك الساعه من الحج الحمد لله بفضل الله هادشي انا ما كنمنش، هادشي زعما غير عادي كنعاود لكم واحد القصه بان الناس راه انا ما عندي معاهم حتى مشكل وهما ما عندهم معايا حتى مشكل، مصرف معاهم الخير. مشيت الحمد لله لليبيا جبت الاب ديالهم كان شي شويه عيان، جلست واحد الاسبوع في ليبيا لان ما بغاوش يقلبوا لي البي انا وياه، وقطعت ليه هو ديك الساعه وما تعنكشنا شويه في الطياره. جينا الحمد لله بفضل الله جينا مسكين مع الاب ديال واحد الرجل عظيم، تقول اخويا ماشي منهم، تقول اخويا هذاك الراجل ماشي اخويا التريكه ماشي من عنده، راجل عجيب عجيب. وكنت مسكين جالس معايا في الدار الاخيره. درتي واحد المسار زوين مع العائله، ساعدتي ماديا معنويا، اللي قدرتي عليه كديرو. وراه كاين شحال ما كنتيش يلا زيد حاجه ما قلتهاش. دابا ما يمكنش لي نفضح كل شيء، دابا حنا داك الشيء بلا قلتو بحال تقول شي حوايج فيهم الاجر. ما راه انت واحد الحاجه قلتيها باش نكون معك واضح، اش قلتي؟ لا ماشي مساله كان من مساله كتبين نوعيه العلاقه كيفاش كانت عندك معاهم. واش هناك حسابات ضيقه؟ نفترض بانكم كانوا هما ميسورين مثلا وغايقول لك 110 مليون ممكن، ولكن انت في خضم الحوار السابق قلتي سيكوريتي في شيك ديال 100 مليون غريبه. يعني هنا هذا شنو كدير انت؟ الراي العام كيستوعب معك الامور انه يفهم نوعيه العلاقه ديالك بنسابك. واش كاين حسابات ولا قدمتي معهم الخير؟ هذا هو اللي بغيناك تكمل ليا. ونسابي قدمت معهم غير الخير الصراحه لله، هاي كما قلت كاين شي حوايج كتقال كاين شي حوايج ما كتقالش. بحال دابا مثلا انا شريت لهم واحد الدار، ماشي دار بشي مبلغ باهظ حتى لا ابالغ، هاي الزوجه ديالي قدامي. شريت واحد السويريت وفي سميت مراتي، راه التوصيل في سميت مراتي، ماشي زعما درت شي حاجه. كانوا ما عندهم واحد الدار صغيره وحدها كتبع واحد الدار صغيره، ما صغيره. شريت داك السويريت انا بفلوسي بمالي الخاص وكتبته للزوجه ديالي في سميتها وعطاته لما وحيدنا داك الحيط. حيدنا داك الحيط. وفين ساكنين دابا؟ هو فين ساكنين دابا؟ وهنا غنحبس معاك مشاهدينا الكرام، غادي نشوفوا الزوجه في الموضوع. اختي سمعتي الزوج ديالك انت شيئا ما عندك واحد المجموعه من الملاحظات اللي قلتيهم ليا في التعليقات ديال الناس، قلتي لي بزاف الامور ما كانتش واضحه. انا جيت عندك باش توضحي الناس كما بغيتي وتكلمي على الانجازات اللي قدر يدير الزوج ديالك مع العائله. تفضل. قلت لك السلام عليكم، قلت لك راجلي هذا الشيء كله دارو كاين دار هذا الشيء، هذا الشيء هذه الامور كامله اللي قالها راه دارها النهار اللي تجوش به الحمد لله. والحمد لله والخير كاين زعما الحمد لله. يعني اش غادي نقول لك ولد الناس صافي. المهم قلت لك بالنسبه لبنتي داكشي الناس التعليقات قريتهم وضروني بزاف، حيت الناس يسحب لهم دابا البنت انني انا بقيت ساكته يعني تغتصبت، وبقيت انايا كنشوف البنت بلي البنت راه ما تغتصبت وانا كنشوف فيها وهي البنت. لا النهار اللي قالتها ليا كانت عندها ديك الساعه 9 سنين، كانت عندها 9 سنين من قالت لي يا ماما راه 3 سنين وخويا وهذا على خويا زعما كيغتصبني راه خالي كيغتصبني. صافي ديك الساعه منين عرفت انا بلي البنت راه كتغتصب صافي وقفت انا ديك الساعه صافي مابقاش كيغتصبها مده ديال 3 سنين. صافي شديت بنتي مابقاش السيد كاع تيجي عندنا كاع زعما مابقاش كيجي عندنا، وقفت داك الامر مابقاش هذا مابقاش كيغتصبها. الناس بقاو شي تعليقات وداكشي بقى فيا الحال، بقاو الناس يقولوا راه السيده راه هو كيدخل كيغتصبها وهذا ما خصش يكون داكشي. شحال من واحد تيقول لك لا راه 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 البنت راه تعليقات زعما خايبين ما ولكن الناس الناس انا نعطيك وجهه نظر حلو نناقش. الناس تيقول لك الكتمان ديالك على السر مع الزوج والاكثر من ذلك. في الفيديو دابا ديال اليوم كتسمعي الحمد لله داكشي اللي قدر يحقق ليك والعائله،
واش هاد السيد اللحود الشارع سديتو عليه القفوله صيفطتو خرجتو الشيكات ديالو عطيتهمني ولا غادي للحبس؟ هنا السؤال اللي قلت لك انا واش هاد السيد شوف شنو دار على قبلك رد الفعل ديالك انت. من الطبيعي انه الناس غادي تكون معاك سلبي، غتكون معاك في شكل سلبي، ما تكونش معاك ايجابي، ما غاديش تتفاعل معاك في امور لانه مساله واضحه غادي تكون ضدك. هنا اي حاجه عندك اللي بغيتي انت توضحيها للناس انا معاك، انا اللي تهمني هو داكشي اللي في الداخل ديالك وفي قلبك بغيتو يجي الناس مرحبا. اي بغيت زعما نقول للناس باللي راه يصحاب لهم البنت زعما بقاو تيقولوا راه البنت راه دخل عليها هذا راه كيدير كيمارس عليها، وانا ما كنتش كنخلي البنت ديالي كي صافي النهار اللي قالتها لي صافي حبسنا الامر صافي. انا ما قلتهاش لي خفت لي يكون شي ردات الفعل خايبه على راجلي يمشي يدير لي شي حاجه، حيت هو توا فهمتي راه عنده شغله عنده هذا داكشي علاش انا كتمت الامر. السؤال اللي عندي هو الابنه شنو اللي كطلبات منك اللي كانت كتعاود ليك؟ ما قلت واش قالت لك يا وسط قالت لك انا بغيت نقول لبابا قوليها لبابا، يعني شنو النقاش اللي كان عندك معها هي؟ هي كانت قالت لي بغات شحال مره بغات تقولها لبابا، كنت نقول لها لا بنتي راه غادي زعما غادي يكون صداع غيولي المشاكل وهو عنده خدمته وداك الشيء. ايوا صافي تقررت انها تقولها لي حتى دارت 18 عام عاد قالتها لي. الناس كيصحاب لهم راه حتى دارت 18 عام بقات كتغتصب كتغتصب حتى دارت 18 عام، هادشي اللي فهمت انا في التعاليق ديال الناس. نشوفوا الامر مع نشوفوا مع الزوج حتى هو. السؤال الاخير اللي عندي هو انت ملي كتهضري مع خواتاتكم على الام ديالك ما قلتيش لهم خصني نقولها لهذا الراجل كنتي شاده من 2013 وانت كتستري؟ يعني هذه المساله صعيبه عليك كتقولي انت شو كيعاملنا ما كيخلي ما يدير علينا ما يخلي ما يشري لينا. انا ملي كنت مخبيه عليه حتى انا كانت شي حاجه بحال ضراني فهمتيني، ملي كنت مخبيه عليه هذا الامر ماشي غير ما سالش عليا حتى انايا نخبي، حيت البنت ملي بغات تقولها لبابا صافي ملي كبرات صافي بغات ديك الحاجه بغات صافي بغات توصلها لبابا. ايوا صافي هادشي اللي كاين. هاد المساله ديال اللي قالت ديال الاغتصاب كان الحد ديالو في 2013 يعني موراها ما بقاش كاين هاد فهادشي اللي كاين هادشي اللي قالوا لي حتى داكشي اللي قالت لي بنتي ملي داوها للطبيب في 2013 داتها خالتها للطبيب خالتها حتى هي كنعرف خالتها قبيحه غتغوت على خوها حيت راه كما قالت لي بالتدقيق راه ضرباته بالصرفيقه وكركباته في الدروج هادشي ما بغيناش ندخلوا في المهم ديك الساعه تحبس داكشي 2013 تحبس هذاكشي وهادشي اللي كاين دابا حنا درنا الشيء. كيفاش بقات العلاقه ديالك انت معاه مورا 2013؟ بقى معاك في الخدمه بقى معاك عاد؟ دابا هذا هو الغريب في الامر، دابا هما بقى معنا في الخدمه وبقى تيجي عندنا للدار راه بقى تيجي عندنا خير الدار بحال دابا مثلا مور الاغتصاب حنا عندنا كل جمعه بعدا كناكلو كسكسو مجموعين مزيان. وهذيك 2013 واش ما عمر الابنه قالت للام ديالها انه بدا كيحاول معاها ولا تيهددها ولا شيء من هذا القبيل؟ في المعلومات اللي كتعطيك الابنه انت دابا الابنه كتوجه لك انت بشكل مباشر. انا ما قلتليش ابن من ديك 2013 ملي غوتوا عليه وضربوه بحال نقولوا طفى داك الشيء ياك، ولكن في هذا 2019 هذه سنه 2019 حتى دابا بنتي بحال بتقول تاقلمات مع الجو من 2013 في الاغتصاب راه مشى ما بقى شيء صافي تنسى الموضوع. هذا المغتصب راه تزوج بواحد السيده وكان علاقه زوينه هو هذاك مع اخته المغتصب عنده مرته وكيمشي مع الزوجه ديالي اللي هي اخته واخته الاخرى وانا عندي الحمد لله الطوموبيل كنعطي لمرتي الطوموبيل للسوق كنعطيها الطوموبيل كيمشيو للبحر اونسومبل كيمشيو. في 2019 عاوتاني تحرش بها وني تحرش بها شفويا دابا هذا متزوج عنده الزوجه ديالو فهمتي عنده الزوجه ديالو بنتي قالت له هذه الهضره قالتها بنتي للبوليس كنت جالس انا وبنتي وبنتي قالت له انا كنسمع وانا عاد نثبت مع بنتي قلت لها كيفاش بنتي داك اللعيبه قالت لي كنا قاعدين في البحر ومعاه مراته المغتصب كاينه معاه مراته وكاينه مع اخته اللي هي مرتي اختها ناضوا كيتمشاو في البحر بقى هو ومع بنتي وبعيد عليها كانوا ربعاد الفوطات بالضبط هي بنتي كتسمع كانوا ربعاد الفوطات جالسه بنتي من لهي وثلاثه الفوطات خاويين وهو من هاد الجهه ملي ناضوا الاخرين مشاو تلقوا رجيلاتهم في البحر هو هذا المغتصب ضرب بنتي قال لها عقلتي يا مريم على مارتيل كيذكرها في 2012 تيفيق لي هذاك الشيء في راسها واش بغا عاوتاني يبداها واش غنقول لك اخر هادشي تيحير دابا انا اللي اغتصب ليا بنتي وطلقوه دابا راه طلقوه اخر هادشي هذا انا حمقني الاغتصاب ثابت عليه وطلقوه انا اليوم في الصباح حتى دابا السيد واحد السيد من العائله كما تيقولوا بالدرجه كيجيب لي الخبار السيد من وسط العائله قال لي اخويا دابا راه كيجري وباغي يحرقوه
عرفتي يهضروا على الفلوكه ما الفلوكه وعطاني حتى لي ديتاي قال عرفتي يهضروا من القصر الصغير من القصر الصغير غادي يحرق واش عباد الله اغتصب ليا بنتي ومعترف وتشد لاش غيشدوه بعدا كاع في الاول ملي هو ما كاينش هذا الشيء لاش غيشدوه والسيد معترف وثابت عليه داك الشيء وعنده ورقه الطبيب وشدوه وقضيه التحقيق داز داك الشيء في على في احسن ما يرام ونضا خويا خرجوه بدون العلم ديالنا راه بدون العلم ديال بلا جلسه بلا والو خرجوه انا كل ما قالش لي دابا السيد راه هو مطلوق تيدور ما نعرفوش واش مطلوق من فيفري كنا درنا جلسه في فيفري عند قضيه التحقيق صافي جينا في حالنا وانا عند راس راه معتقل ما عرفتش واش تلقوه في نهايه فيفري ولا تلقوه في مارس ولا تلقوه في افريل المهم ليله رمضان تفاجات بانهم تلقوه ليله رمضان ولكن اخي اليوم هذا الصباح هذا اليوم اليوم تلقيت واحد الهضره من عند واحد السيد راجع عندي برجليه ما دواش معايا هاتفيا كنت هو معايا هاتفيا كنت سجلته جا عندي برجليه قال لك راه المغتصب اللي اغتصب لك بنتك اللي هو فلان حيت السيد من العائله هذا اللي قال لي من العائله داز عندي المحل ودوا معايا قال لك خير غادي يحرق راه كي قلت له كيفاش غيحرق ويلا شاف السيبه في البلاد قال لي راه غيحرق وقال لي حتى لي ديطاي قال لي راه يحرق من القصر الصغير وهذا خويا هذا الشيء سميتو شي حرق غنتحر والله تنتحر بالله والله حتى الظلم هذا وحق الله الى هذا سميتو الظلم الظلم راه هو هذا وباش اخي بنادم يغتصب لك بنتك ويخرجوه راه ماشي طلقوه راه خرجوه اخي من الحبس ودابا راه تيقادوا ليه الفيلم باش غادي 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 يحرق من القصر الصغير واخو راه لا حول ولا قوه الا بالله ما عرفتش اش غادي نقول خويا خالد الله يفرج عليك يا ربي اختي شكرا لك مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا الاب له الحق كما شفتوا معنا يتكلم بحرقه على الابن ديالو وهذا حقه والقرار في الاخير بيد القضاء مجموعه من الملاحظات وفي نقط في الموضوع درجناها مع الزوجه والراي العام كيتبع معنا وكذلك غادي تشوفوا معايا الحوار اللي غادي نجريه مع الابنه اللي هي معنيه في الموضوع الابنه نعلم جيدا انه المجتمع لا يرحم ما غاديش يكون الوجه ديالها ولكن غادي نتناول معها مجموعه من النقط لتنوير الراي العام اكثر في الموضوع ما هي الطريقه اللي قدرت انها توصل بها رساله للاب الدوافع بعض الاشكاليات غادي تجاوبنا عليها المعنيه بالامر مشاهدينا الكرام نحن على تتبع لهذا الملف وسوف نوافيكم بالجديد اللي فيه تبعوا معايا الحلقه المقبله مع الابنه تعليق المواطن شكرا لكم.